حرف الياء، حرف الياء في بداية الكلمة نضع فتحة، يا 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 يا. ثم بعد ذلك حرف التاء، حرف التاء نضع فتحة، تا تا يا تا يا تا يا تا يا تا يا تا. ممتاز. ثم بعد ذلك حرف العين، حرف العين في وسط الكلمة، هذا هو شكل حرف العين في وسط الكلمة، نضع فتحة، ع ع يتعى 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 يتعى. ثم بعد ذلك حرف اللام، حرف اللام، حرف اللام هنا حرف مشدد، نضع شدة ثم فتحة، لا لا يتعلى 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 لا لا يتعلى. ممتاز. يتعلى. ثم بعد ذلك حرف الميم، نضع ضمة فوق حرف الميم، مو يتعلم يتعلم لامو لامو. حرف اللام كما قلنا حرف مشدد، والحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، يتعلم 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 يتعلم. ممتاز.